بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب الحجر، ووقفنا عند قوله عن المحجور عليهم لحظهم: ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ووليهم، أي ولي الصغير والسفيه والمجنون، حال الحجر، أي الذي يتولى أموالهم وشؤونهم وينوب عنهم في حال الحجر عليهم، هو الأب لكل واحد منهم، لأن الأب إذا كان عدلا ثقة فإنه أكمل شفقة عليهم، لما جعل الله في قلبه من الشفقة عليهم والحرص على مصالحهم. ثم بعد الأب، إذا لم يكن الأب موجودا أو كان الأب لا يصلح للولاية لكونه غير ثقة، فإنه يتولى بعده على هؤلاء الوصي، وصي الأب الذي أوصى بأن يكون وليا على هؤلاء، لأن الأب لا يوصي إلا بما هو في مصلحة هؤلاء، وهو أحسن نظرا من غيره في شأنهم. نعم. ثم الحاكم. ثم إذا لم يكن للأب وصي فإنه يتولى شؤون هؤلاء الحاكم، وهو ولي الأمر أو نائبه، وهو القاضي، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض. وتكملة لولاية الحاكم، الحاكم قد لا يتفرغ للإشراف على هؤلاء بحكم منصبه وكبر عمله، ولكن معناه أنه يقيم من يتولى شؤونهم ممن يثق به، فالحاكم يقيم من يتولى شؤونهم، فيختار وليا صالحا للقيام بهذه المهمة، وليس من شرطه أن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض. الولي الذي هو الأب أو الوصي أو الحاكم أو الذي ينوبه الحاكم لا يتصرف لهؤلاء إلا بما فيه حظ ورغبة لهم، لهؤلاء القصار، فلا يتصرف في أموالهم تصرفا يضرهم بأن يتبرع منه أو يعمل منه ولائم أو غير ذلك، لأن هذا ليس من حظهم ولا يستفيدون من هذا، وإنما يعمل على تنمية أموالهم بالمباح، بأن يسهم فيها بالتجارة أو يبيع فيها ويشتري طلبا للربح، أو يعطيها لمن يشتري ويبيع فيها طلبا للربح،
يتصرف فيها بما ينميها، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه حظ له. والمجنون والسفيه بمعنى اليتيم، فالآيات الكريمة نصت على اليتامى ومن هو في حكمهم من السفيه والمجنون. نعم. قال: ويتجر له مجانا. إذا اتجر ولي اليتيم ونأوى السفيه والمجنون في ماله فإن الربح يكون كله لليتيم أو السفيه أو المجنون، لأنه نماء مالهم فلا يستحقه غيرهم إلا بعقد الولي، والولي لا يعقد لنفسه، فإذا تصرف هو وباع واشترى فإنه لا يأخذ شيئا من الربح، بل يكون الربح كله لهم، لأن الولي لا يولي نفسه بالبيع والشراء بجزء من المال. أما إذا دفعه إلى غيره ممن يتجر به فإنه يعطي ذلك الغير جزءا من الربح، لأن الناس لا يقبلون الاتجار بمال الغير إلا بشيء ينفعهم. نعم. قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. نعم، قلنا إذا تاجر بأموالهم فلا يخلو من حالتين: حالة الأولى أن يتاجر به هو أي الولي، نعم، فهذا يتجر به مجانا ولا يأخذ منه شيئا، لأن الأخذ يحتاج إلى عقد وهو لا يعقد لنفسه. الحالة الثانية أن يدفعه إلى غيره ممن يتجر به، فهذا يعطيه جزءا من الربح، لأن الغير لا يتصرف إلا بطمع. نعم. قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. سبق أنه لا يأخذ شيئا من الربح، نعم، لأن الربح كله لصاحب المال، لأنه هو نائب عنه، والنائب لا يولي نفسه ولا يعقد لنفسه. لكن إن كان فقيرا، إن كان فقيرا فإنه يأخذ من مال اليتيم قدر الأقل من كفايته أو أجرته، لأنه ما دام أنه فقير إذا لم يشتغل ويحصل لنفسه فإنه سيتعطل ويناله الضرر، فلا يحرم من أن يأخذ شيئا يدفع به حاجته، فيرخص له أن يأخذ قدر حاجته أو الأقل، بقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. يقبل قول الولي على اليتيم والسفيه والمجنون والحاكم بعد فك الحجر عن هؤلاء في هذه الأمور، يقبل قوله في مقدار النفقة التي أنفقها عليهم وقت الحجر، ولا يطلب منه بينة في ذلك لأنه أمين، نعم، مؤتمن. وكذلك يقبل قوله إذا ادعى ضرورة أنه تصرف في المال من أجل الضرورة لدفع الضرر عن المال، إذا تصرف لدفع الضرر عن المال بشيء، فوت شيئا من المال لدفع الضرر، فإنه يقبل منه ذلك. أو إذا ادعى الضرورة في بيع العقار أو بيع تلك السلعة خشية أن تتلف، فإنه يقبل قوله في ذلك بدون بين. وكذلك الغبطة إذا ادعى أنه باع هذا المال لليتيم أو للسفيه أو للمجنون لأن في البيع غبطة لذلك المحجور عليه، وأن بيعه أحسن من تركه، إنه يقبل منه هذه الدعوة بدون بينة لأنه أمين. والتلف لو ادعى الولي أن شيئا من مال المحجور عليه تلف في أثناء الحجر فإنه يقبل منه ذلك،
لأنه أمين، فهو مثل المودع أمين على ما عنده فيقبل قوله، إلا إذا ظهر ما يدل على كذبه فإنه لا يقبل منه. إذا ظهر منه التفريط، إذا ظهر منه أن المال تلف بتفريطه أو بتعديه فإنه لا يقبل منه. أما إذا لم يظهر علامة على تعديه أو إهماله فإنه يقبل منه دعوى التلف. وكذلك دفع المال، إذا ادعى أنه دفع المال إلى المحجور عليه بعد فك الحجر عنه فإنه يقبل منه ذلك لأنه أمين ولا يحتاج إلى بينة. نعم. إذن بقيت وجوه أخرى لا يقبل فيها قول الولي؟ التعدي والتفريط. نعم. قال: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستداعه. العبد المملوك ليس له ملك، وإنما ملكه لسيده وماله لسيده، لأنه محجور عليه في منافعه لسيده. فما استدان العبد فإن كان سيده أذن له بالاستدانة فإن الدين يكون على السيد، لأنه هو الذي أذن له بذلك. وإن لم يكن السيد أذن له، تصرف المملوك بدون إذن من سيده، فإن ذلك يتعلق برقبته، تعلق برقبته، الدين تعلق برقبته كاستيداعه. لو قبل وديعة عنده وتلفت بدون إذن سيده فإن ضمانها يكون في رقبته، بمعنى أنه يباع وتسدد الغرامة أو الدين من قيمته. نعم، لأن هذا مثل الجناية، مثل ما لو جنى العبد على النفس، كذلك إذا جنى على المال فإن ذلك يتعلق برقبته. نعم. قال: وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة. استيداعه يعني قبوله الوديعة، إذا قبل العبد وديعة بدون إذن سيده وتلفت فإنها تكون في رقبته، بمعنى أنها تتعلق بقيمته فيباع ويتسدد الغرامة منها. نعم. وأرش جنايته وقيمة متلفه كذلك. أرش جنايته لو جنى على آخر بأن ضربه أو شجه أو قطع طرفا منه أو قتل نفسا فإن أرش الجناية وهو المال الذي يجب بها يكون في رقبته، إلا إذا أذن له سيده بذلك فإنه يكون على السيد. وكذلك قيمة متلفه، لو أتلف مالا لأحد فإنه إن أتلفه بإذن سيده فإنه يكون الضمان على السيد، لأنه هو الذي أمره بذلك. وإلا كان ذلك في رقبة العبد، بمعنى أنه يتعلق غرامة متلفه في رقبته بأن يباع ويسدد الغرامة من قيمته. نعم. أليس في بيعه إضرار بسيده أحيانا؟ وفي ترك بيعه إضرار بأصحاب الأموال، فيباع من أجل دفع الضرر عن أصحاب الأموال، والباقي من القيمة يكون لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوكالة. يخير سيده كما ذكر الفقهاء. نعم. يخير سيده بين أن يفديه بما يلزمه من الغرامة وبين أن يباع وتسدد الغرامة من قيمته، فالخيار للسيد. نعم. جميل. قال رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة التفويض. الوكالة في اللغة التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه سبحانه وتعالى. واصطلاحا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هذه هي الوكالة في الاصطلاح، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فهذا التعريف
يؤخذ منه أشياء. أولاً قوله جائز التصرف، يخرج بذلك إذا كان الموكل غير جائز التصرف كالصغير والمجنون والسفيه من حجر عليهم لحظ أنفسهم كما سبق، فإنه لا يصح منهم التوكيل، لأنه لا يصح منهم التصرف، والتوكيل نوع من التصرف. في قوله مثله أي بأن يكون الوكيل أيضا جائز التصرف، لأنه سينوب عن الموكل في التصرف. فإذا كان غير جائز التصرف كالسفيه والمجنون والصغير فإنه لا يصح توكيلهم، لأنهم لا يتصرفون لأنفسهم فلا يتصرفون لغيرهم بالنيابة. فيما تدخله النيابة يخرج الأشياء التي لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصيام والأعمال البدنية، هذه لا تدخلها النيابة. كذلك الحدود إذا وجبت على شخص، والقصاص، هذه أمور تتعلق بالشخص ولا تدخلها النيابة، فلا ينوب عنه غيره فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن والتفويض، كأن يقول وكلتك، فوضت إليك، عمدتك، اعتمدت عليك، وما أشبه ذلك، أو يقول بع هذه السلعة أو اشتر لي هذه السلعة، كل هذا يدل على التوكيل. اعقد لي على فلانة، أو اعقد على موليتي نيابة عني، وما أشبه ذلك. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال. يصح القبول من يصح تصح الوكالة بكل قول من الموكل، ويصح القبول من الوكيل على الفور، يعني في الحال أو التراخي. يجوز أنه يقبل في الحال يقول قبلت الوكالة، ويجوز أنه بعد مدة يقول قبلتها، أو يقوم بالتصرف الذي وكل إليه. فهذا إذا قام بالتصرف فهذا دليل على أنه قبل الوكالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله وهم غائبون عنه، فإذا بلغهم الخبر قاموا بتنفيذ ما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: بكل قول أو فعل دال عليه. بكل قول بأن يقول قبلت أو رضيت أو أجزت هذه الوكالة، أو فعل كما لو نفذ ما وكل فيه بدون أنه يتكلم. فإذا نفذ ما وكل فيه، يعني وكل في بيع شيء فباعه، أو في شراء شيء فاشتراه، أو في دفع شيء فدفعه، فهذا علامة على القبول. فالقبول يكون بالقول ويكون بالفعل. نعم. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. من له التصرف، هذه قاعدة، كل من له التصرف في شيء ببيع أو هبة أو غير ذلك فإن له التوكيل فيه. أما من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه، هذه هي القاعدة في الوكالة. نعم. طيب، يقول التوكيل والتوكل فيه. توكيل إصدار الوكالة من الموكل. طيب. والتوكل قبول الوكالة. قبول الوكالة. نعم. لأن من جاز له التصرف في شيء جاز أن يستنيب غيره فيه. نعم. وما معنى إذا جاز له التصرف جاز له التوكل؟ إذا كان مثله يعمل هذا العمل فيجوز أنه يقبل الوكالة فيه، أما إن كان مثله لا يعمل هذا العمل فلا يجوز له أن يقبل الوكالة فيه، لأنه لا يتصرف فيه لنفسه فلا يتصرف فيه نيابة عن غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي
من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات. نعم، التوكيل يصح في كل حق آدمي، أما في حقوق الله فلا يدخلها التوكيل. في كل حق آدمي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والفسوخ مثل العتق والطلاق، فسخ العقود يعني. نعم والعتق والطلاق والرجعة، يعني يجوز له يوكل من يعتق عبده، يجوز له أن يوكل من يطلق زوجته، يجوز له أن يوكل من يراجع زوجته المطلقة إذا كان له عليها الرجعة، لأن غيره يقوم مقامه في ذلك إذا وكله. وكذلك تملك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك وإحياء الموات، فإذا وكل شخصا أن ينوب عنه في هذه الأشياء تملك هذه المباحات فإنه تصح الوكالة في ذلك، ويكون تصرف الوكيل نائبا عن الموكل فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا الظهار واللعان والأيمان. لا يجوز التوكيل في الظهار، لأن الظهار محرم. قال الله تعالى: وإنما يقولون منكرا من القول وزورا، فسماه منكرا وزورا. لماذا؟ لأنه قال لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت كظهر أمي. فالله جل وعلا يقول: إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لأن المظاهر منها ليست أمة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال سبحانه: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فكونه يقول هذه أمي أو مثل أمي، هذا كذب وزور، فلا يجوز التوكيل فيه، فيقول ظاهر عني من زوجتي. وكذلك اللعان، واللعان يأتي فيما إذا قذف زوجته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة عليها 4 شهود يشهدون بحقيقة الزنا، فإنه حينئذ يشرع اللعان. واللعان هو أيمان أو هو شهادات مؤكدة باليمين مختومة بغضب أو لعنة، لأن يقول: أشهد بالله إنني لصادق فيما رميت به هذه الزوجة 4 مرات، ثم يقول: والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم هي أيضا تقول: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، والخامسة تقول: وغضب الله عليها أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان فإنه يفرق بينهما، وجعل الله هذه الأيمان مقام 4 الشهود، جعلها مكان 4 الشهود. فلا يجوز إذا وجب عليه لعان، فلا يجوز أن يوكل من يلاعن عنه، لأن هذا شيء يتعلق به خاصة، فلا يتدخله النيابة. وكذلك الأيمان، فلا يقول له: احلف عني. إذا توجهت اليمين عليه عند القاضي بأن ادعي عليه بشيء وأنكر، فإن اليمين على من أنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يوكل من يحلف عند القاضي عنه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.